نمشيو للاقتراح ديال كيكه بالنخاله وزبيب. غادي نحتاجو في المقادير باش نوجدوها لثلاثه ديال البيضات، واحد ياغورت فاني، كيس ديال الفاني، جوج كيسان ديال العنبه ديال النخاله رقيقه، كاس ديال الطحين فورس، كاس ديال سنيدة، وكاس ديال الزيت، جوج خمارات ديال الحلوى، معلقه صغيره ديال القرفه، حفنه صغيره ديال الزبيب مخلطه مع شويه ديال الطحين. وغادي نعاودوا المقادير. قلنا بالنسبه الكيك ديال النخاله غادي نحتاجوا في المقادير ثلاثه ديال البيضات، واحد ياغورت فاني، كيس ديال الفاني، جوج كيسان ديال النخاله رقيقه، كاس ديال طحين فورس، كاس ديال سنيدة، كاس ديال الزيت، جوج خمارات ديال الحلوى، معلقة صغيرة ديال القرفة، وحفنة صغيرة ديال الزبيب يعني مخلطة مع شوية ديال الطحين. فبالنسبة للطريقة هو انه ناخدو الطراب الكهربائي ولا الكاس ديال الخلاط الكهربائي، نديرو فيه ثلاثة ديال البيضات، نضيفو ليه كاس العنبة ديال سنيدة وكيس واحد من الفاني، نطربو هادشي مزيان، ثم نضيفو كاس ديال الزيت وحنا كنخلطو، وكنبقاو نخلطو مزيان هاد ثلاثة البيضات وكيس ديال الفاني وكاس ديال السنيدة وكاس ديال الزيت حتى يتخلطو مزيان، نحصلو على خليط اللي بحال كريمة. من بعد نضيفو واحد ياغورت فاني ونخلطو شوية، ثم غادي نفرغوه في واحد الإناء غارق، وغادي نضيفو النواشف، غادي نضيفو كاس ديال طحين فورس، جوج كيسان ديال العنبة ديال النخالة تكون رقيقة، وجوج خمارات ديال الحلوى. طحين فورس والخمارات نغربلوهم مزيان، وعاد ديك الساعه نضيفوهم على جوج كيسان ديال النخاله رقيقه، وكنضيفوهم على الخليط ونصمو بمعلقه صغيره ديال القرفه، ونخلطو بسباتول بالمعلقه ديال الخشب حتى تخلطوا لينا هاد المقادير، ونحصلوا على عجين ديال الكيك اللي هو يعني خليط اللي هو ما ماشي سائل وفي نفس الوقت ماشي ثقيل بحال العجينه، يعني الخليط العادي ديال الكيك. غادي ناخذوا ديك الحفنه ديال الزبيب، نحيدوا لها دوك الرويسات ديالهم، ومن بعد ندوزوها في الطحين. وديك الحفنه مثلا ديال الزبيب اما نخليوها صينه اما نقردوها على النص وندوزوها في معلقه ديال الطحين، تخلط مزيان حتى يتغبر كل داك الزبيب بداك الطحين، ومن بعد نديرو في الصفايه الصغيره ديال القهوه ولا الصفايه العاديه، ونبقاو نغربلو باش كنصوصو داك الفائض ديال الطحين. والزبيب كيتغلف بالطحين باش ما كيبقاش لينا يعني لاصق في بلاصه واحده في الكيك. ممكن لكم الاختيار، اما غادي نرشو واحد شويه ديال الزبيب يعني مع الكيك في الاول، وممكن على انه طريقه ناخذوا المول ديال الكيك مدهون مزيان بالزبده ومرشوش يعني بالدقيق الطريقه العاديه، كنفرغوا نصف الكميه ديال العجين ديال الكيك ونرشوا بداك الزبيب، ونعاودوا نديروا الباقي الكيك باقي العجين ديال الكيك، ثم كندخلوه الفران حتى كيطيب لينا وكيتحمر. وديك الساعه ملي كنخرجوا لكم الاختيار، اما نخليوه كيف ما هو، اما نغبروا عليه السكر كلاصي، اما ندهنوه بالعسل يكون شويه دافي العسل الا كانت الكيكه بارده، اولا هي سخونه ونديروا شويه ديال العسل من الفوق اولا شويه ديال الكونفيتور، ونرشوا بالمكسرات اللي عندنا واللي بغينا. فكتجي هاد الكيكه ديال النخاله صراحه لذيذه بزاف. ثلاثه البيضات مع كيس واحد من الفاني مع كاس ديال السنيده مع كاس ديال الزيت، يطحنوا مزيان حتى يولي خليط كريمي، ثم نفرغوه في واحد الاناء ونضيفوا المقادير الاخرى. نضيفوا جوج كيسان نخاله رقيقه، كاس ديال طحين فورس، وجوج خمارات ديال الحلوى، ونصمو بمعلقه صغيره ديال القرفه، وناخذوا شويه ديال الزبيب ندوزوه في الطحين ونغربلوه باش ما يبقى يعني نسوسو داك الفائض ديال الطحين من الزبيب، ثم كناخذوا المول اللي اختارينا مدهون مزيان بالزبده ومرشوش بالطحين. غادي نفرغوا العجين ديال الكيك نصف الكميه ونرشوا بداك الزبيب، ونعاودوا ونخويو العجين ديال الكيك وندخلوها الفران. فهي سهله وكتجي لذيذه بالمذاق ديال النخاله وبديك التنسيمات ديال القرفه حتى هي. فنتمنى انكم تجربوا هذا الاقتراح ديال كيكه النخاله، ممكن ديروها في اي مول اختاريتو، ممكن ديروها في القوالب الفرديه، وفرصه تعطيو وليداتكم يديو معاهم هكا انواع ديال الكيك اللي فيهم النخاله والزبيب، غادي تعجبهم بزاف. وديك الساعه ممكن الفوق في الوجه ديال الكيك نرشو شويه ديال الشوكولات هكا من الفوق، اولا اي اقتراح تيبغيو الوليدات باش نفتحوا لهم الشهيه. وحتى داك النخاله الرقيقه ما كتبانش نهائيا ملي كتخلط مع باقي المقادير، ممكن حتى انكم إلا عندكم مثلا واحد
الحفينه صغيره ديال جهه تقريبا 3 المعالق ديال الكركاع، طحنوه مزيان وضيفوه على المقادير حتى هو كيعلكها وكيولي اللون ديالها حتى هي قهوي، ما كيبقاش نهائيا تبان نخاله وكتلدد كتجي لذيذه. فهذا اقتراح ديال الكيك ديال النخاله.